ومستحلف لك وأعتقد مش هيسامحك. مع الشيخ الحارة بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل واستلقى وعدك مع شيخ الحارة. مع شيخ الحارة. مساء الخير يا شيخ الحارة. مساء الفل يا أستاذة. مساء الفل يا عم شاكوش. مساء النور يا حبيب قلبي. عامل ايه؟ الحمد لله. قبل ما ابدأ كده ولا اقول سلام عليك ولا اي حاجة، لو عايزني ابقى هادي معاك عايزك تقلد لي مسكر وطاهر ابو ليلى. مسكر وطاهر ابو ليلى؟ اقلدهم لك ازاي يعني؟ ما انت يا شاكوش ده انت بتعرف تقلد كل الناس، ما تسعش عليا. هو في بحب انا اللقطه بتاعت مسكر لما بيقول له قلد لك يا بنفس الطريقه؟ براحتك. طبعا. اصرف شاء لو جيت عند دكانه تانية او اخر ظهرك. طب انت هتبقى ممثل كويس اهو، بتعرف تقلد يعني. بس انت في طاهر ابو ليلى عالمي. طاهر ابو ليلى؟ حبيبي طاهر ابو ليلى. حقيقنا قول لنا. كلمني في مره في التليفون وكده، راح قال لي تليفون يا سكوس. قلت له حبيبي انا عامل ايه؟ انا رايح دلوقتي منسى مطنوح والعيان، بص عياني خربين الدنيا، غني لهم اغنيه بقى. ما غناهاش معاك؟ هو؟ غناها ازاي والنبي؟ يعني بالصوت ده هيغنيها؟ غنى معاك؟ هو غناها. طب يلا قول لنا بقى الاغنيه بصوته هو بقى، غناها ازاي؟ هو غناها معايا علي. هتنفون تنكوس نفاذ من حرم كوب من جاز من عن ابو الجواد. بس انا بحبه يعني. هو بيحبك وانا بحبك. والله بموت فيه. ورينا الحب بقى يا شيخ الحارة. بس معلش بقى، اخر العيش مر. عندي معلومات هتضايقك شويه مش هتحبها. لا اتفضل. لما عمر كمال طلع وقال انك سرقت نجاحه كنت قاعد في قعده مع ناس وقلت ساعتها انه غيران منك. انا سرقت نجاحه ولا الجمهور هو اللي سرق نجاحه واداهوني؟ اصبر عليا اصبر عليا. انت ساعتها اتعصبت اول لما عرفت ان هو قال عليك كده وقلت ان انت اول واحد ممسكه 8000 جنيه. انا اول واحد ممسكه 8000؟ لا ما مسكتوش 8. امال مسكته كام؟ مسكته 12. و12 ده سعر حلو يعني؟ 12 ده سعر حلو؟ بالنسبه لان هو كان يعني كان شغله كان بياخد الايراد بتاعه كان اقل من كده. فلما جاله السعر ده كان كويس يعني. طب انت مزعل عصام الحضري ليه؟ انا مزعل عصام الحضري؟ مزعله في ايه؟ ده طلع فيديو وقال لا انا ما باركتلوش على اغانيه ولا اي حاجه، انا كنت ببارك له على محل الحلاقه. بما انك ان انت جبت السيره بتاعت كابتن عصام الحضري، كابتن عصام الحضري عندك مشكله معايا؟ كان لا، هو كان عامل لي فيديو انا فاتح كوافير رجال، فالكابتن عصام الحضري عمل لي فيديو ان هو بيبارك لي على الكوافير. يشكر. بعديها لقيته طالع في فيديو بيقول انا الفيديو اللي انا كنت عامله لحسن شاكوش الفيديو مقطوع، هم قاطعينه وانا مش الناس مفكره ان انا ببارك له على نجاح اغانيه ومش نجاح اغانيه والكلام دوت. لا انا الكلام ده مش صح وانا معاه الفيديو الاصلي. استعار يعني انه يقول ان اغانيك كويسه؟ انا مش عارف هو طلع اصلا حتى في التعليقات الناس بتقول له يعني يعني احنا ايه المشكله يعني؟ ايه الاجابه او ايه الصح يعني ان انت طلعت عملت فيديو على ده؟ فانا مستغرب هو طلع. هو كان في بينكم صداقه ولا في هو بينكم؟ كابتن عصام هو اخ ليا وعلى طول احنا كنا مع بعض على تليفونات. ما يمكن هو مش حابب اغانيك يعني، مش الستايل ده اللي بيحبه. ما هو لو مش حابب اغانية طب ما هو بيبقى عنده مناسبات بيجيبني. طالما هو مش حابب اغانية وهو طالع مش طب ما انت مرضيتش تروح فرح عيد ميلاد بنته. مين اللي ما يرضيش يروح؟ انت. يوم عيد ميلاد بنته كان يوم حفلة استاد القاهرة وكان عندي 12 اوردر. ايه ده كله اوردر 10 دقايق ولا ايه؟ كل اوردر نص ساعة.
نص ساعة تبتدي من كام وتخلص كام يعني؟ كنت ببتدي اليوم دوت يوم حفلة الاستاد ابتديت من أنا كنت شغال في بورسعيد حفلة الساعة 2 الظهر. 2 الظهر طلعت من بورسعيد على اسماعيلية ومن اسماعيلية على 6 أكتوبر خط المدينة خط القناة كله يعني. بعد كده رحت راجع على حفلة الاستاد الساعة 9 والساعة 11 كنت خلصت حوالي الساعة 8 الصبح. أنا مش عارف هو قصده إيه بالفيديو يعني، هو قصده ايه مش فاهمه انا يعني. هل هو لما بارك لك وانت ما رحتش عيد ميلاد بنته فقام بعد لا كده لا قال الكلام ده ولا كان مش لا انا ما لا 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 ما اعرفش. هو طلع يمكن عمل الفيديو ده عشان خاطر انا ما رحتش عيد ميلاد او حصل ظرف عندي شغل مع اتاخرت او كده، بس في الاول وفي الاخر انا عايز اعرف هو طب ما عاتبتوش ليه؟ ما انت بتقول كان في بينكم صحوبيه وود يعني. ايوه بعت له، انا بعت له على الـ على الـ على الواتساب يعني وقال لي قال لي هكلمك وكده. انت كنت مديله ميعاد انك رايح في عيد الميلاد؟ مش مديله، هو قال لي يعني هو وعده. كلمني وقال لي عيد ميلاد شدوى، فانت قلت له ان شاء الله وانا قلت له هجي لك. هو كده كده بعدين ما روحتش وما اعتذرتش اكيد. ما هو كده كده هو ما اتصلش، ما هو خلاص مديك الميعاد. مديني الميعاد هو انا ما اعرفش بيته بحكم الصداقه اللي بينكم ممكن تكلم. لا كلمه في التليفون قول له ابعت لي العنوان. ما هو كده كده ما هو او تقول انا اسف مش حاضر اجي عشان عندي كذا. دلوقتي هو مين اللي انا اللي عايزه ولا هو اللي عايزني؟ هو انت يعني مش فارق معاك زعل عصام خلاص لانه مش في الكار بتاعك؟ لا طبعا يفرق معايا، انا بحبه على المستوى الشخصي، بس انا عايز اعرف هو الفيديو ده هو طالع كلهم بتحبهم ومختلف معاهم يعني، كلهم زعلانين منك وكلهم متخانقين معاك وكلهم بيتكلموا عنك وحش وانت تقول انا بحبهم. ما ده بقى اللي جنن يعني، اللي جنن الواحد ان هو يعمل فيديو بيبارك لي على المحل وبعد كده قال لك ده الفيديو اتقطع وقال ان انا ببارك له على الغنى. لا الكلام ده ما حصلش خلاص. اذا كنت يا كابتن انت بتبارك لي على الغنى يا شيخ الحارة طلع له حاجه تانية يا شيخ الحارة عشان احنا زنقناه كده فطلع له حاجه تانية. انا بجاوب هو بارك لي على او ما باركليش، ما دي حاجه ترجع له هو. عموما عصر الكوره خلص بالنسبه لك يعني. اتفضل يا شيخ الحارة. بقول لك ايه، انت عندك عقده ان ابوك الله يرحمه ما حضرش نجاحك، كان شايفك فاشل ولا ايه؟ انت زعلان ان ابوك ما شافش نجاحك؟ طبعا. امتى توفى والدك؟ من 13 سنة. 13 سنة انت كنت صغير قوي يعني. كنت ابتديت اغاني ولا كنت لسه؟ كنت لعيب كورة وكنت بغني يعني، بس كنت شغال في محل بلاي ستيشن عند اخويا الكبير. وهو ما شافش اي نجاح من نجاحاتك حتى في الكوره؟ ما شافش في الفن؟ ما شافش؟ لا ما شافش اي حاجه. نفسي يكون موجود هو يشوف نجاحي دوت دلوقتي، وكنت ارد له حتى اي حاجه من اللي هو عملها معايا. لما كنت بقول له هات يابا انا عايز 2 جنيه كان يزعق لي يقول لي يلا امشي انا معيش فلوس، هروح واخد بعضي ونازل من باب البيت. قبل ما انزل ابص الاقيه باصص لي من البلكونه وحادف لي الفلوس، حتى لو هو ما كان اخر جنيه في جيبه كان بيديهولي. على فكره يا شيخ الحاره بقت تعيط الناس وتعيطني انا كمان معاهم، وانت مؤذي وانا ما بستحملش العياط، فممكن بعد كده ما تعيطناش يا شيخ الحاره؟ يلا اتكل على الله يا شيخ الحاره، اتكل على الله. حبيبي يا شاكوش حقك عليا. حبيبي الله يرحم والدك. حبيبي الله يرحمه. السلام عليكم. خلينا نطلع فاصل ونرجع الفقره اللي جايه.
رجعنا من الفاصل وجاهز يا شاكوش؟ جاهز. خلص خلصنا كل الحزن اللي فات. طبعا. طيب احنا عندنا الفقرة دي اسمها درجة حرارتك. درجة حرارتك. درجة حرارتك 39. لو كنت نقيب الموسيقيين ليوم واحد تدي مين التصريح من الناس اللي اتمنعوا؟ أدي مين التصريح من الناس اللي اتمنعوا؟ أديهم كله. لا واحد عشان يأكلوا عيش. لا معلش يأكلوا عيش دي هناكل مع بعض كلنا عيش. واحد؟ واحد بس. اختار واحد قول ده أنا أديهوله على طول من غير كلام من اللي اتمنعوا. وانت شايف ان هو مطرب وصوته حلو ينفع يكمل بس اتظلم مع الناس اللي اتظلموا زيك. الناس ومطرب في المجال الاصلي في مجال المهرجان ده قليل قوي لما حد. انت مستخسر وتديه لعمر كمال؟ انا بفكر بشوف مين بتشوف مين. لا اكيد هيبقى عمر. هو كده كده عمر كمال مع تصريح. انت مش عاوز تدي عمر كمال ابدا. هو عمر كده كده معاه تصريح. يعني ضميرك مش عاوز ابدا يسامح. يحاول الله. هو كده كده عمر معاه كارنيه اصلا النقابه. نقابي هو. خلاص احنا هندي عمر وخلاص. ما دام انت مش عاوز تدي. انا بكل نيه صافيه قدام ربنا انا هدي عمر. علشان انت ما تقوليش ان انت نيتك مش صافيه من ناحيته. من ناحيته. انا قدام ربنا. قدام ربنا يعني انا وصلتك لانك تصالحه على الهواء رسمي. لا انا يعني. ما هو ما فيش هو احنا بنتكلم. بتتكلم؟ بنتكلم واللي في القلب في القلب. هو انا ما بشيلش حاجه انا حتى لو هو نيته وحشه من ناحيتي انا ما انت الايام دي عشان طالع قوي مش شايل من حد خالص مش فارق معاك كل العالم انا اخلي يعني. بصي انا ما بسيب اللي يتكلم انا ما انا قلت لك انا برد بشغلي بس. السؤال ده خلص وهندخل في درجه حرارتك 40. ايه الفرق بين مجتمع رقصات الكباريهات اللي كنت عايش وسطهم ومجتمع رجال الاعمال او سيدات الاعمال؟ الـ 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 المتعه كلها لما انت بتبقي شغاله في وسط ناس شبهك تبقى انت مبسوط اكتر. ببقى مبسوط اكتر. طب ولما بتروح للناس بقى لما بروح للناس الافراح الشيك دي لما بروح الافراح دي تخليك انت تتبسط اكتر لما وصلت للعالم ده. انا ببسط اكتر وببقى مبسوط ان انا في وسط الناس دي وصلت للناس دي بس انا بحس ان هم دماغهم غير دماغنا. دماغهم غير دماغ. او احنا مش راكبين مع بعض ما اعرفش ليه. على فكره هم من ضمن الناس اللي نجحوا اغانيك جدا طبعاً يعني طبعاً. في المصايف وفي الاماكن الشيك وفي كل حته بتلاقي اغاني. انا يمكن بس عشان انا ما دخلتش وسطيهم قوي او ما اعرفهمش وهم ما يعرفونيش ف هتدخل بقى خلاص انت داخل اهو. لا وانا شرفني طبعا ان انا اخش في وسط المجتمع دوت طبعا. يعني المجتمع ده برضه طبعا. لا طبعا يعني اي حد بيتمنى ان هو يوصل له يعني. ولا هم بيتعاملوا معاك كنمره يعني نمره جايه تقضي وتمشي بيتعاملوا معاك كويس. انا الحمد لله في قبول من عند ربنا كده ما بخش لاي حد الحمد لله وفي شغلي الحمد لله انا طب واجواء بقى الفرح والسيدات اللي بيدوروا عليك الشهره والحاجات دي بتلاقيها فين بقى اللي بيعكسوك بقى بصراحه؟ لا ما ده انت برضه شاب حليوه ومغني حلو وكده يعني في اكيد ستات بقى بتعكسك كتير يعني. والله مش حاطط الموضوع ده في دماغي يعني لسه لغايه دلوقتي انا يعني انا مش متجوز. انت لسه ما اتجوزتش؟ طب ما ده اكبر دليل انك تحطه بقى. ما انا بقول لك يعني انا بس انت اتجوزت مرتين قبل كده؟ اتجوزت مرتين انت قلت بس دلوقتي حاليا لا حاليا سنجل. لما عليت بقى خلاص وكبرت. طب اقول لك حاجه انت مرتبط؟ انا لا مش مرتبط. طب سنجل جاي تعلن عندنا اللي عاوز يرتبط يتفضل. مش مرتبط. لا يا جماعه انا مش مرتبط. حسن شاكوش سنجل وطالب الارتباط فشوفوا مين بقى اللي هتقدر توصل لقلبه. اوكي السؤال اللي بعده درجه حرارته 41. اجرك كان كام قبل بنت الجيران وبقى كام بعد بنت الجيران؟ قبل بنت الجيران كنت باخد من غير الفرقه 5000 جنيه من غير الفرقه. ودلوقتي بالفرقه دلوقتي يعني دلوقتي على حسب يعني انا ممكن اخد مثلا بتكلم مثلا في 30 بالفرقه وممكن ومن غير الفرقه بتكلم في 20.
ما فيش فصال شوية يعني؟ لا في طبعا، وفي ناس أنا على فكرة أنا بروح أفرح بالحب وببلاش. وفي أعلى من كده بكتير أكيد. حفلات بقى يعني بعد بنت الجيران أنا جايلي تايلاند، كل ده كل دول دافعين عربين وحفلاتهم متأجلة، تايلاند ولبنان وتونس والمغرب والإمارات والبحرين. طب ده كله توقف بقى بسبب الظروف اللي احنا بسبب فيها؟ بسبب الظروف اللي احنا فيها كله توقف. وانا قلت للناس اللي عايز فلوسه اللي عايز العربين ابعتها له ترجعها له، قالوا لا احنا هنحنا معاك لغايه اما الازمه دي تعدي ان شاء الله، وكده كده ايه السيف جاي. السيف مهم يا شاكوش، لما تنتشر ما تفتريش بقى. لا عمري ما نبصش بقى نشوف الاسعار اللي بنسمعها الغريبه. انا بروح للناس المطربين، انا بروح للناس الحمد لله بروح لهم بالحب. بالحب ما باخدش حلو الحب. شاكوش الفقرة بتاعتنا دي خلصت، وحنتنقل لفقرة تانية تنقذ مين. تنقذ مين؟ عندنا مجموعات من الصور هنعرضها لك، هتنقذ واحد من ثلاثة قدامك على الشاشة وتقول ده اللي هنقذه. أول مجموعة حمو بيكا، عمر كمال، مجدي شطة. أنقذهم؟ هم في خطر وأنت هتنقذ واحد بس. وأنا هنقذ واحد بس من الخطر؟ عمر كمال. عمر كمال ليه بقى؟ عمر كمال عشان تبقى صالحته خالص يعني خلاص؟ لا ما أنا مش، ما فيش خلاف، ما فيش خلاف بيني وبينه. ولسه شايل من حمو بيكا ولا؟ لا أنا حمو صالحني، قلت لك عمل لي فيديو على الهوا صالحني. أنت ليه كلهم خنقوك وبعدين صالحوك وبعدين خنقوك؟ والله أنا ما بتخانقش مع حد، هم اللي بيتخانقوا. ليه بيقلبوا عليك وبعدين تعدلوا وبعدين تقلبوا؟ فيه إيه؟ هو الكار كله كده يعني؟ لا أنا ما بتخانقش مع إن ولاد البلد جدعان يعني. أنا ما بعملش مشاكل، حتى هم طلعوا واتكلموا وعملوا فيديوهات واللي وأنا ما ردتش على حد. تفتكر يعني شهرتك خلتهم ادتهم نفس كده يدخلوا في الشهرة دي ويبقوا مشاركينك فيها؟ والله ما اعرفش يعني هم حاسبينها ازاي، بس عمر لما طلع برضه في تصريحاته قال لك طب هي اغنية بنت الجيران الناس كلها والتلفزيون والعالم كله بيتكلم حسن شاكوش، طب انا فين؟ فحب يعرضك علشان يبقى موجود يعني. هو هو طلع بقى عشان خاطر برضو بيقول للناس انا موجود. نشوف المجموعه الثانيه، جوهره، على كوشنر، صافي نار. تنقذ مين فيهم بقى؟ بتهيألي الثلاثه رقصوا معاك ولا ايه؟ انا بموت في جوهره. في جوهره جميله جوهره، هتنقذها؟ طبعا انقذها بكل قلبي. بص وش كله. لا انت جبت لي لا لا انت جبت لي واحده انا بحبها جدا. نقطه ضعفك. نقطه ضعفك. عمرك حبيتها؟ انا بحبها جدا. بتحبها جدا؟ وهي عارفه ان انت بتحبها حب خاص يعني ولا حب عام زي كل الاصدقاء؟ انا بصي انا بفرح لما بشوفها يعني. بس وشك ورد وعينك زغليت وضحكتك حلوه يعني الحب باين على وشك. لا انا يعني بحبها كمان يعني على المستوى الشخصي. لما لو عارفين كنا جبنا لك جوهره من اول الحلقه. كده انقذت اللي انقذته وبقي لك الأسوأ من الكورونا. أسوأ من الكورونا. مين اللي أسوأ من الكورونا في حياتك؟ مين اللي أسوأ من الكورونا؟ الناس اللي كارهه نجاحي. الناس اللي كارهه نجاح شاكوش أسوأ من الكورونا. أسوأ من الكورونا. طيب ما تغني لنا اغنيه كده عن الكورونا؟ ما ألفتش حاجه عن الكورونا؟ لا والله ما جهزتش حاجه. بس احنا اول حلقه عمالين يعني واخدينك كده سلخ سلخ سلخ. غني لنا بقى شويه عشان تبسطنا يعني. ممكن اي حاجه ليك بقى. اي حاجه ليا؟ هتغني ايه بقى يا شاكوش؟ هغني بنت الجيران. بنت الجيران طبعا. يلا ضربه مع الناس الايام دي. يلا. بنت الجيران شغلال انا عنيا، وانا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه، شفت القمر سهرني ليليا، وهموت عليك رب العالم بيا، سيبي شباكك مفتوح ليه ليه تفلي بهوايا،
انت قاعدة معايا عينك ليا مرايا يا جمال مرايتي العين خليكي لو هتمشي ناديكي انت ليا انا ليكي احنا الاتنين قطعين. هايل 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 عبيت قلبي. بقلنا في الفقرة دي بقى سؤال واحد هو عندنا دايما بنسأل مين تنقذه من الكورونا؟ شخص واحد، حد من عيلتك، من أصحابك، من أسرتك. أنقذ أمي. أمك تأثيرها كبير على حياتك ماما. أنقذها من كل حاجة طبعا. احكي لي عنها بقى بما إن هي اللي كانت شايلاك أما وأبا يعني. هي كل حاجة. هي كل حاجة حياتي. وهي الحاجة الوحيدة. أنت عايش معاها لغاية النهار؟ عايش معاها في نفس البيت؟ لا، هي عايشة في بولاق وساعات بتيجي عندي البيت، بس هي لما بتيجي عندي البيت فالدنيا هدوء عندي أكتوبر. في أكتوبر فهي ما بتحبش الهدوء، عاوز الشارع بقى. هي بقى عشان خاطر احنا عندنا بيت عيلة وعمتي ومرات عمي وجارتنا خالته مرامي. ف عارفه بقى ايه اخر نصيحه اديتها لك او اخر دعوه دعيتها لك؟ قالت لي روح طول ما انت بتراضي اهلك وبتراضي اخواتك وبتراضي الناس ربنا هيكرمك باذن الله ويوقف لك ولاد الحلال ويبعد عنك ولاد الحرام. ربنا يخليها لك وهننزل نكمل تحت ساعة الحظر ما تتعوضش. يلا ساعة الحظر ما تتعوضش. حسن، ساعة الحظر ما تتعوضش في 30 ثانية هننزلهم على الشاشة، هتقول إحساسك وانت قاعد في ساعة الحظر اللي ما تقدرش تتحرك فيها. جالك إيه الإحساس اللي جالك؟ ابتدى التوقيت. والله ساعة الحظر بفضل قاعد أنا وإخواتي وأهلي، وإن شاء الله بإذن الله الفترة دي تعد على خير، وهي الحمد لله إن الكورونا دي جت عشان تقدر تقرب الناس من بعض، وكل واحد إن شاء الله يقعد في بيته كده بإذن الله، وفترة وتعدي بإذن الله. خلص توقيتنا دلوقتي، بقي لك حاجة واحدة بس، آخر سؤال. آخر سؤال. شاكوش بيقولوا إنك ما بتعرفش تغني أغاني مقامات، ردك إيه؟ إزاي؟ ردك غني لهم مقامات وهدينا أغنية مقامات وده ده ردك. سافر حبيبي وداخل لي يوداني، سافر حبيبي وداخل لي يوداني، بكى وبال المحارم وانا قلت ايه يعني، والله فراق الحبايب مر يوجعني، والله فراق الحبايب مر يوجعني، سافر حبيبي وداخلي يودعني، بكى وبال المحارم وانا قلت ايه يعني، والله فراق الحبايب مر وجاني، والله فراق الحبايب مر وجاني. برافو 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 برافو. مقامات مقامات يعني، رديت عليهم من غير اي حاجه. دلوقتي احنا هنسالك على السؤال الاولاني خالص اللي رفضت انك ما تردش عليه. مصمم لسه ما تردش عليه؟